بسم الله الرحمن الرحيم. برحب في البداية بحضراتكم جميعا اليوم، وحابب أقول إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد مصر حدثا عالميا على أرضها، حدث هام بيفخر به كل مصري وكل عربي، وهو إقامة النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. المعرض حقيقي بيعتبر الحدث الأضخم في قطاع الصناعات العسكرية سواء في مصر أو في القارة الأفريقية، لأنه بيجمع الكثير من والعديد من الشركات العالمية والمحلية اللي بتعمل في مجال الصناعات العسكرية. النسخة الأولى حقيقي كانت حلم وطموح للسيد الرئيس لوضع مصر على خريطة الدول اللي بتقيم وبتنظم معارض للسلاح عالميا. الحلم ابتدى بتوجيهات من سيادته، توجيهات اتحولت لخطوات تنفيذية على الأرض، وانتهت بإعلان وانطلاق النسخة الأولى لإيدكس 2018، والتي شهدت نجاح غير معهود لأي معرض في نسخته الأولى. تفرق بين مصنع معرض بيقام نسخته الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومعرض في نسخته الأولى. المعرض شاهد نجاح إيدكس 2018، شهد به كل المشاركين وكل الزائرين والمتابعين لأخباره من خلال قنواتكم الإعلامية اللي حضراتكم بتمثلوها أو منصات الإلكترونية، وده لأن مصر كانت حريصة منذ البداية إنه إيدكس مصر يولد عملاق من أول نسخة. فشارك في النسخة الأولى تقريباً 376 شركة كانوا بيمثلوا 41 دولة، وكان حجم الزائرين يقدر حوالي 10,000 زائر. وقدر لإيدكس 2018 أن يحصل على عدة جوائز، منها جائزة أفضل معرض تجاري عالمي في 2018، وده كان من منظمة EN Award الإنجليزية. والمعرض زي ما حضراتكم عارفين دوريته بتقام كل سنتين، وكان المفروض تقام النسخة الثانية في 2020، ولكن حرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة المشاركين والزائرين ونظرا لتعرض العالم كله لجائحة كورونا، تم اتخاذ القرار بتأجيله لينطلق في 2021. نسخة 2021 إن شاء الله التوقعات بتشير إلى أنها ستكون صورة أكبر وأكثر وتطور كبير بالمقارنة بالنسخة الأولى. إحنا متوقعين إن شاء الله، أو البيانات بتشير إن عدد الشركات هيتراوح حول 400 شركة ستشارك في النسخة الثانية، بيمثلوا تقريباً 42 دولة، حجم مشاركة وزيارة، حجم زائرين متوقع في حدود 30,000 زائر. أيضاً حجم الوفود الرسمية اللي لبت المشاركة
في هذه النسخة تقريبا 75 وفد رسمي بين معالي وزراء دفاع أو معالي وزراء إنتاج حربي أو رؤساء أركان أو قادة قوات من مختلف دول العالم. في الحقيقة لازم أنوه أن المعرض ما كانش هيخرج بالصورة اللي إن شاء الله حضراتكم هتشوفوها، الصورة المتميزة اللي بتعبر عن مصر، ما كانش هيخرج بالصورة دي لولا جهد جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات بالقوات المسلحة المصرية اللي بذلت مجهود كبير جدا خلال الفترة الماضية ليخرج إيدكس 2021 بالصورة إن شاء الله اللي هتعبر عن مصر. كل الجهود دي حقيقي كانت متابعة بدقة ومتابعة كاملة يومية من السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأيضا من السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أما بخصوص الأجنحة المصرية، يعني حابب أؤكد لحضراتكم أن كان هناك تعاون وتكامل كامل بين الجهات المصرية المشاركة في الجناح المصري. على فكرة الجناح المصري بيمثل تقريبا 15% من مساحة المعرض الكلية. الجهات دي حابب أذكرها لحضراتكم بدءا من وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الخدمات والصناعات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأخيراً مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية. تم توجيه الدعوات للشركات والجهات والمؤسسات اللي بتعمل في مجال الصناعات العسكرية، وكان ده من خلال لقاءات مع معالي الوزراء والسفراء ورؤساء الشركات التابعين للجهات كلها بدعوتهم للاشتراك في المعرض. أيضا تم الترويج للمعرض من خلال مشاركتنا في معارض السلاح الدولية الخارجية، وكان آخرها يمكن معرض دبي للطيران في نوفمبر، وأيضا معرض أديكس 2021 في كوريا في أكتوبر برضو 2021، ومعرض أيدكس الإمارات في أبو ظبي في فبراير 2021. خلال هذه المعارض تم الترويج للنسخة الثانية لمعرض إيدكس. وعايز برضو أؤكد، أنا مش هطول على حضراتكم، يعني هي فضل نقطة وبعدين هتيح لحضراتكم أي استفسارات. عايز أؤكد أن في توجيهات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكري بمصر بجميع الجهات اللي بتعمل، اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، اللي بتعمل في مجال التصنيع العسكري. ومصر بتسعى دائما لإقامة شراكات تصنيعية لتصنيع المنتجات العسكرية في خطوط إنتاجها بمصانعها المصرية، مستغلين الإمكانيات التكنولوجية التي نمتلكها، مستغلين الموارد البشرية، العمالة الماهرة التي أيضا نمتلكها، مع خبرات الشركات العالمية إن شاء الله هنحقق منتج مصري متميز، واللي كثير منه هتشوفوه حضراتكم أثناء تفقد المعرض. احنا بنفتخر إن مصر مشاركة يعني بعدد كبير من الشركات، وبنفتخر إن احنا عندنا يعني قرب 400 شركة مشاركة في المؤتمر. وبصراحة احنا في بداية المعرض او التخطيط ليه كنا حاطين ان المستهدف ان احنا نوصل
ل 300 شركة نظراً لظروف كورونا وظروف اللي بتمر بها جميع الدول، ولكن احنا النهاردة وصلنا لأكبر من يعني قرب ال 400 شركة، وده رقم احنا يعني سعداء بيه جداً. ده له مدلولات كبيرة جداً، حجم مصر في المنطقة، موقعها المتوسط، الأمن اللي تتمتع به، يعني دي دلالات كتيرة جداً إن إحنا كم الشركات اللي تتجمع في مصر وفي أرض المعارض وتتجمع عشان خاطر يتعمل معرض بالحجم الكبير ده. أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا عندنا نسبة 100% تم إشغالها من القاعات المخصصة للمعرض، وده نفتخر بيه كلنا. الدول المشاركة دول كتيرة جداً، ال 42 دولة، ده رقم مش قليل، ده رقم كبير جداً في عدد دول تشارك بقرب ما يقرب من 400 شركة على أرض مصر. إحنا فخورين بهذا العمل، ومش عايزين نميز دولة عن دولة. أنتوا هتشوفوا بعينيكم بقى الدول المشاركة، وممكن شركة تشارك بمساحة صغيرة جداً، ولكن هو معاه معدة قيمتها عالية جداً. فالموضوع لا بنقيسه بالمساحة ولا بعدد الشركات اللي تنتمي لدولة ما، ولكن إحنا بيكفينا المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة. الحقيقة نوجه شكر للسيد معالي وزير الإنتاج الحربي السيد المهندس محمد أحمد مرسي على المجهود المبذول للإعداد لهذا العمل الكبير العملاق اللي نفتخر به كلنا في مصر إنه بيتم على أرض مصر بهذا العدد الكبير من الشركات، بهذا العدد الكبير من الدول. ده مجهود ضخم جدا وإعداد جيد جدا. نوجه الشكر لمعالي الوزير، نوجه الشكر للقوات المسلحة، معالي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وأيضا للسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر لما بذلوه من مجهود ومتابعة وإعداد وإشراف على التجهيز والإعداد لهذا المعرض. ونوجه الشكر طبعا للسيد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة سيادة اللواء أسامة وكل المشاركين وكل العارضين، لأن ده بيمثل مصر ووجهة لمصر وتعاون بين الجهات كلها بما فيها طبعا القوات البحرية والترسانة البحرية، تعاون بينهم من بعض وتعاون وتكامل بينها وبين المراكز البحثية، وأيضا مع الشركات العالمية المتخصصة لإنتاج منتجات عسكرية تعطي لمصر وتكون ظهير صناعي للقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة والجهات الأمنية، وزارة الداخلية. هذه الشركات كلها هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة والداخلية لتوفير الأمن والأمان داخل مصر. بالنسبة للهيئة العربية للتصنيع إن شاء الله في خلال هذا المعرض، المعروضات الموجودة طبعاً مش كل الإنتاج هو اللي معروض، ولكن احنا بنعرض بعض المنتجات بتاعتنا. المنتجات الموجودة النهاردة في المعرض بتمثل شق في اتجاه القوات الجوية، صناعة الطائرات والهيئة العربية للتصنيع لديها 3 مصانع بيعملوا في صناعة الطائرات، فإن شاء الله هتشاهدوا طائرات التدريب موجودة وطائرات القتال وأيضاً طائرات الهليكوبتر. الشركة العربية العالمية للبصريات لها شريك أجنبي، هي شركة تلس الفرنسية، فإحنا عاملين تصنيع مشترك بنقل تكنولوجيا 100% للنظارة الجوجل والنظارات رؤية ليلية وحرارية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا لتصنيع الجزء الكهروبصري للطائرات الموجهة بدون طيار. ومع شركة إسكربيانو الأسبانية في تنفيذ مشروع المنظومة الاشتباك والتحكم عن بعد المحملة على مدرعة أو على عربات أو على القطع البحرية. دورنا في المشروعات القومية للدولة، فإحنا لينا دور كتير، ولكن أنا بخص حاجة مهمة جدا اللي هي منظومات المراقبة الطويلة المدى ومنظومات اللي هي الكاميرات
اللي هي بتأمن الأهداف الاستراتيجية والحيوية داخل الدولة.